السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء. في هذا الفيديو هذا نعاود لكم واحد القصة، وحاولوا تتبعوا معايا من أ حتى لزاد. دابا شنو اللي وقع ليا؟ كانت عندي هاد النتوة هادي، وعندها الوليدات ديالها اللي هما ثلاثة الوليدات. كنت شريت واحد جوج شنابر ديال الكناري، هاد الكناري هادو القصة ديالهم بوحدها. اليوم ما عندناش عندنا ليش نهضروا عليهم دابا، خصنا نهضروا غير على الباجي. اشنو اللي وقع لهادو؟ كيفاش غادي نشرح لكم شنو اللي وقع؟ انهم مني حيدتهم من القفص وديتهم لواحد المسرح، يعني هاد النتوة هادي مع ثلاثة الاولاد اديتهم لواحد المسرح، غير حطيتهم نفرات الاولاد. ان فوا هي نفرات الاولاد، ماتوا ليا جوج ديال الاولاد، بقى ليا واحد انا درته هنا في القطن، وكنوكلو سيريلاك وبهاد السيران. هادشي اللي كاين. دابا شنو اللي وقع؟ دخلت عليها الذكر من واحد النتوة اخرى اللي قارق على البيض، ولكن راه كتنوض واحد الصداع اللي هو صداع كبير بزاف. دابا الذكر شنو داير مع الذكر؟ عندي هايج بزاف الذكر هذا. ان فوا شاف النتوة لاقيتو معاها، وبديت كنزعمو باش ميبقاش واقف، بقيت كنحرك فيه شويه، شاف النتوة هو يهيج لها بزاف، دغيا دخل بدا كيوكل فيها وهي ما بغاش تاكل. ولكن هاد الذكر هذا هايج بزاف، ما كيحبش، خاصو ضروري يتجاوج معاه. هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا باقي الله دخلتو، شوفوا كيفاش كيتعامل، هو اللي بغى يوكل معاه بزز ووكلها. هانتوما كتشوفوا حتى هي كتاكل، وفي نفس الوقت غيبدا يحك لها وصافو، غادي يبغي يتجاوج معاها في نفس النهار. ما كاينش حتى يولفو ولا شي حاجه، يعني هاد الذكر هذا هايج بزاف. هانتوما كتشوفوا مع الفيديو، مع دخلتو لعندها شوفوا شنو كيوقع. غيوكلها، يبقى يوكل فيها يوكل فيها، ومن بعد غيبغي يتجاوج معاها بزز. حتى هي دابا من تيبار كيف ما كتشوفوا، راه هي حتى هي قبلات باش تاكل، حيت هو عطاها العصا كلات من عنده واحد هو عشان يدخلها، يبقى ينقف فيها باش تخرج. هو ناض الريش وناضت الغبرة خرجات، شوفوا الريش كيفاش كيدير، ولكن هو قبيح بزاف ما يعقلش عليها. حتى هي في الاول بدات كتنقف، شوفوا الريش كي كيبان ليكم هنا، شوف حتى هي بدات في الاول بدات كتنقف فيه، ولكن هو قبيح بزاف ما كيتفاهمش. هو ديما النتوة ديالو الاخرى فيما كنحطو معاها كيتجاوز معاها، وذكر هايج بزاف لدرجة فاش كيخرجوا الولاد ديالو، غير كيكبروا شوية كيبغي يتجاوز معاها. وكنتمنى هاد الحلقة هادي تعجبكم، ولكن من عرفت هاد الذكر هذا الطريقة كيفاش كيتعامل مع النتوة، غنولي في فما تبان لي شي نتوة نحطو معاها باش يتجاوز معاها، ونخرجو من بعد ندير شي نتوة اخرى. وتبارك الله عليكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، واللي اول مره غادي يشوف هذا الفيديو هذا يتابعونا معنا. وتبارك الله عليكم كاملين.